بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب الطلبة في درس جديد من دروس علم نفس النمو. وهذا الدرس اليوم سيكون بعنوان التغييرات الجسمية قبل الميلاد، يعني التغييرات التي تطرأ على الجسد وعلى هيئة الجسد وهو في المرحلة الجنينية، أي داخل رحم الأم. يخضع جسم الإنسان لتغييرات واضحة جلية داخل رحم الأم، حيث نلاحظ أنه يزداد حسب مراحل العمر، وبعض الأطراف يكون نموها سريعا وبعضها يكون نموها ضئيلا. كمثال نأخذ على ذلك الرأس مثلا، فالرأس مثلا في رأس الجنين أول ما يكون حجمه كبيرا، ثم يتناقص حتى يصبح صغيرا بعكس باقي أطراف الجسد، فهي تكون صغيرة ثم بعد ذلك تتزايد حتى يكتمل نموها. إذن النمو هنا بمقارنة الرأس مع الجسد يكون عكسيا، الرأس يكون ضخما ثم بعد ذلك ينقص، والجسد يكون صغيرا ثم بعد ذلك يزداد فحتى يستوي شكل الإنسان. وقد هذا التغيير وهذا النمو يطال طول الجنين ويطال كذلك وزنه ويطال شكله، يعني أشياء تغييرات تقع في الجسد وهو لا زال في المرحلة الجنينية. وهذه التغييرات تختلف بنسب متفاوتة حسب كل عضو على حدة، فيبدو يعني تبدو اليدان والرجلان طويلان، ثم الكتفين، ثم البطن، ثم كذا، ثم الأجهزة الداخلية كذلك تنمو تبعا لنمو الأجهزة الخارجية، ثم يزداد وزن الطفل بمقدار 20 مرة ما بين الوليد والراشد. يزداد النمو، يزداد طوله كذلك حوالي مليمتر واحد في كل ما بين الأسبوع الرابع والأسبوع التاسع، مقدار مليمتر واحد في كل يوم يزداد نمو الطفل ما بين الأسبوع الرابع والأسبوع التاسع. وتبلغ زيادة طول الطفل بعد سنة من ميلاده حوالي 50% عن طوله عند الولادة، ثم كذلك تزيد سرعة نمو طوله حتى تبلغ الزيادة السنوية في الطول حوالي 7 سنتيمتر سنويا، ثم يزداد الطول بسرعة كبيرة عند البلوغ أو المراهقة. كيف هذا النمو؟ ليس هناك ضابط لنمو أي شخص، هناك عوامل كثيرة تتداخل تساهم في نمو الطفل وطوله وضخامته أو وزنه، عوامل كثيرة، منها نوعية الأكل، منها أشياء قد نذكرها إن شاء الله في الدروس إن شاء الله لاحقا. نذهب الآن إلى النمو الحركي. عند نهاية الشهر الثاني من الحمل يبدأ الجنين بالحركة التلقائية، فتصبح حركة الذراعين والرجلين واضحة في الشهر الثالث، كما تنمو استجابة الجنين بعض المثيرات وتصدر عنه انفعالات منعكسة في الشهر الرابع والشهر الثامن، ويصبح السلوك الحركي للجنين قريب جدا ويشابه سلوك الوليد، ويختلف السلوك الحركي للأجنة ويتباين تباينا واضحا وشديدا إلى 75% في وقت الذي يهبط عند أطفال آخرين ب 75%، وتتأثر حركات الأجنة بالحالة الانفعالية للأم، فتزداد الحركات أو تنقص حسب حالة الأم. نقول أن
حركة الجنين داخل رحم الأم ليست يعني موحدة، وإنما هي تخضع كما قلنا لمثيرات أو لعوامل قد تكون خارجية زيادة عن الأكل، عن صحة الجنين داخل البطن. طبعا إذا كان الجنين مريضا فحركته ستكون يعني ضعيفة، وإذا كان سليما معافى الجسد من طبيعة الحال أنه سيتحرك، سيقريب س يعني يفعل بعض الحركات مثل مص هذا الأصبع، مثل الضرب برجليه بأحد رجليه. فالعكس صحيح، إذا كان مريضا فلن تكون حركته بهذا الشكل. هناك أمر آخر، أنه يستجيب لانفعالات الأم أحيانا، حال الأم حالة الغضب أو الخوف أو المرض أو الحزن أو الفرح شديد، فهو يتأثر كما قلنا في سالف الدروس في سالف الحصص، أن هناك نوع من الهرمونات تذهب مع الدم لماذا؟ عبر الحبل السري إلى الجنين، وبعد ذلك تؤثر فيه يعني أو تؤثر في سلوكاته داخل الرحم. نذهب الآن إلى النمو الحاسي. أثبتت الدراسات أن الجنين عقب ولادته تزداد كفاءته على القيام، يعني نتكلم الآن عن الحواس، تزداد كفاءة الحواس على القيام بوظيفتها أو وظائفها كالسمع والبصر والشم وما إلى ذلك. قد تعوق وظائف هذه الحواس عوائق، مثل مثلا السائل الهلامي الذي إذا يصيب الأذن فيمنعها من سماع ماذا؟ من سماع الأصوات الخافتة. قد يسمع أصوات مثل الضجيج أو أصوات عالية قد يسمع، ولكن بالنسبة للأصوات الخافتة يحول هذا السائل دونه ودون سماعها. هناك أيضا في السائل في الأنف، سائل أميلوني، هذا سائل يمنع الأنف من الشم، ولكن حال الولادة تتحسن هذه الحواس وتستجيب بشكل جيد، خصوصا على مستوى التنفس، أي أقصد على مستوى الحجرة والأنف وما يكون الجهاز التنفسي، وتؤدي وظيفتها على أكمل وجه، ويملأ تجويف الأنف يملأ تجويف الأنف بهواء، ويبدأ تكوين الجهاز البصري في الأسبوع الثالث بعد التلقيح، حين تبدأ العينين بالحركة يمينا وشمالا في جميع الاتجاهات، فوق وتحت في اتجاهات مختلفة، وتبدأ النمو الخلايا اللمسية التي تنطلق من مركزها حول الأنف والفم إلى باقي الرأس، تغطي الرأس. لذلك أحيانا حينما تكون هذه الحاسة لا زالت لم تنتشر في الجسد، تكون استجابة الرضيع أو الجنين للآلام ضعيفة، لأن الحواس التي هذه يعني الخلايا التي ستنقل لنا إشارات إلى الدماغ تكون يعني غير موجودة أو مهمتها ضعيفة. فمع النمو هذه الخلايا اللمسية تصير قوية، تستطيع أن تنقل السويل النابض وتنقل الإشارات إلى الدماغ كي يستجيب الجسم لذلك، وأيضا يستطيع أن يحس بالحرارة والبرودة في هذه المرحلة. ويستطيع الطفل بعد الولادة طبعا أن يفرق بين أو يستجيب للمذاقات مثل المذاق الحار، مذاق الحلو، مذاق المالح، فيستطيع أن يفرق بينها بين المذاق، فأحيانا يرد لك بعض الأكل لأنه لم يستسغه. ثم في شهر مع هذا، مع كل ما ذكرنا، تظل عوامل كثيرة جدا تساعد في نمو الطفل أو تعيق نموه على حسب نوعية العوامل. نذهب الآن إلى العوامل المؤثرة في الجنين، بعض عوامل منها الولادة، تكلمنا على الجينات وأثرها البليغ في أن تكون لدى الطفل يتأثر بها،
مثل القصر قد يكون القصر وراثيا، الطول كذلك، السمنة قد تكون وراثيا. فكيف السؤال المطروح هنا، كيف تؤثر النمو على سلوكيات الطفل؟ وهذا ما سنذكره ان شاء الله في الحصص القادمه ان شاء الله. فقلنا هناك هرمونات ان افرزت بشكل مفرط تسبب خللا، وان كان تقصير او قله في افرازها تسبب خللا في نمو الجسد. فالاصل ان يكون هناك توازن حتى ينمو الجسد في تكامل ما بين الأعضاء الداخلية والخارجية والانفعالات العاطفية وسلوكاته، يكون هناك توازن. وإذا اختل توازن أو نمو الطفل اختل وسبب له مشكلة في النمو، هذا أكيد سيؤثر على انفعالاته، سيؤثر على علاقاته، لأنه نفرض جدلا إن كان قصيرا لسبب وراثي مثلا، فسينعت داخل بيئته وداخل مجتمعه بالقصر. وهذا فقد يكون لدينا طفلان أو ثلاث أو أربع. إذا كان لدينا طفلان سيكونان توأمان غير متطابقان، يعني كل بيضة على حدة مع كل حيوان منوي على حدة، توأمان غير متطابقان، ليس بالضرورة يكون متشابهان بدرجة كبيرة لونا أو يعني ملامع أو لا، قد يتشابه، وقد يكون هناك فارق زمني بين ولادة الأول والثاني. في حين إذا كانت لدينا بيضة واحدة وخصبت من حيوان منوي واحد، ثم انقسمت بعد التخصيب مرة إلى بويضتين، هنا تنتج لنا التوأم المطابق، فيكون النسخة الأولى طبق الأصل مع النسخة الثانية. قد يكون إذا كان الشعر أصفرا يكون لديهما الاثنين عينان زرقاوتان أو سوداوتان، يكون الاثنين، حتى الطباع تكون تتشارك أحيانا. فلذلك فمسألة التوأم مسألة يجري فيها قدر الله عز وجل. فإذا كانت بيضة كما ذكرنا يكون ذكر أو أنثى، وإذا كان العكس يكون العكس يكون أكثر توأمان، قد يكون متطابقان كما ذكرنا أو غير متطابقان. إن شاء الله إلى هنا ننتهي من هذه الحصة، أتينا على نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة. كان معكم الأستاذ محاضر بجامعة منير هدوبة بجامعة سليمان الدولية بتركيا. في الحصة القادمة إن شاء الله سنتطرق إلى النمو العقلي المعرفي لدى